ضيعني فيه الله يضيعه، وانا كنطلب من الله ومن الحكومه صاحب الجلاله يديروا شي امن هنايا ويديروا لنا الحق. راه الامن ما كاينش هنايا، راه منين كاينوا الدوار ديال زرابه مع الدوار سيدي مؤمن مع صحاب درب غلف، راه كتولي القيامه نايضه هنايا. راه كاين اللي ملت، كاين اللي داير السيف، كاين اللي تحدي تقدي تخرجي، راه ما تقديش تخرجي، راه الطوموبيلات كيبداو يدقدقوا فيهم البيبان. خاص غير واحد دري يتخاصم مع دري صغير تجي الحمله من اللي تهجم على هاد الحمله هنايا، وهاد الناس مراضين بهذا الشيء. انا راه الله يحفظنا، ما عنديش اللي غادي يدير بحال هكاك. انا ماشي غادي نشكر ولادي، ولكن هاد القدر طيحوا عليا الله، وهاد الولد تغصب في حياته، راه زايده في 92 في شهر واحد، وعنده وليد عنده 4 سنين، وحرموني من ولدي وضيعوني في ولدي. دعيتهم لله الواحد الاحد، دعيتهم لله الواحد الاحد هو ياخذ فيه الحق. انا ربي يعوضني ان شاء الله بمقامه في الجنه، وهو يرى ربي غياخذ فيه الحق، والمحكمه راه غدير مجراها. وهذا الشيء راه خاصهم ان يوم ولدي غدا غيكون واحد اخر وبعده واحد اخر وبعده واحد اخر. هذا الشيء راه ما يمكنش، هذا الشيء راه غير قانوني. هذه البلاد راه فيها السيبه، وحتى الا بغيتي تشكي راه ما كاينش على من تشكي. ها انت كتمشي عندهم، ولكن حتى طيح البطانه بحال هكا عاد كيولي الحق باين. ورا كنسمع السيد كيدق لينا في الباب بالحجره، كيعاير وكيسب. انا هبطت كنجري شديت ولدي اجا وليدي، واش انت اللي قال مون انا سخي عليا ولدي يديه ليا واحد بحال هذاك. جريت ولدي وشديته انا وباه، قلنا لي دخل، الا بغاو الناس يهضروا يهضروا كاملين، حاجه واحده غتعيط للجدارميه. عيطنا النوبه الاولى، ولدي عارف واحد الرقم ديال صدق ديال البوليس، عطاوه هما الرقم ديال الجدارميه ديال البريكاد ديال هنا. عيط عليهم النوبه الاولى، عيط عليهم النوبه الثانيه، ما جا حتى شي واحد. ثالثه كيعيطوا الجيران، بغينا غير ينقدونا من داك السيد اللي جالس لينا في الباب. وما بعدا كيقول لي والله لا خرجتي اليوم، والله لا خرجتي، جلس في الباب. انا عس عليك ميخي، راك عي ميخي ماشي راجل، والله تندير لك. وديك الكلام اللي تيقول لي ندير لك ونفعل لك، راه ما تقبلوش مراه على راسها، ما بقى عي راجل بحالو بحالو. شاد معاه في الباب، مالكم ما مالكم، زربتي على الدري، طلعتي ليه الجنوي مع الفخذ ديالو، ودورتي قدام عيني وانا كنشوف. مني طلع ليه الموس حاشاك مع جدر الحجر، ودور بحال هكا، راه خلى لي الفرعه قد الجبانيه، راه ما خلاش في الدري دري. يلا حد وصى على ولدو وعليا وعلى با، وقال لي شهد ورضي عليا با. اخر كلمه كانت في حياته ومشات. الله يا امي اقتلني، الله الله يجعل سيدي ربي ياخذ فيه الحق، الله يرزيه في حياته كيما رزاني في ولدي. وانا عندي عندك جوج ولاد، واحد خدام عليا والاخر خدام على وليداته، ومعاونين على الزمان، ما عندنا لا تقاعد ولا حتى شي حاجه، دوك جوج وليدات. ولا اله الا الله محمد رسول الله. وهو راه هرب، وراه شدوا لجودان ديال الجدارميه في عين السبعه، هرب وشدوه. واليوم رانا تنطلب من الحكومه المقاره ديال صاحب الجلاله تشد لي الحق ديالي، وتشد لي الحق ديال وليداتي. واحد راه مات، وواحد راه في سفينه الله تاهو، راه دابا صباح من فوق لي الراس والفتحه، ودابا راه داو الطبيب، راه باقي كاع ما جا، راه من الصباح. ولا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. هالجيران سولوهم، لكن احنا خايبين يحكموا علينا باش ما بغاو، كنا مزيانين يشدوا لينا الحق ديالنا. انا ضعت في ولدي، وضعت في الاخر اللي عاب من وجهه من راسه، الله يرحمه. وما عنديش لانتريت، خدمت في الرباط، خدمت في اكدال، خدمت ما خليت فين خدمت. وعاش الملك، عاش الملك، ومكبر وليداتي بالحلال الحمد لله، وعرق الكتاب.